اهلا بيكم معانا في معلومه سريعه بتاعه النهارده. بنتكلم على استخدام الادرينالين في مع كلوكال فاز كونستريكتور مع اللوكال انثيزيا. بيعمل فاز كونستريكشن بيسلو البروسيس شويه بتاع ان هي تخلص الافكت بتاع الانثيزيا، فبيستخدم يوجوالي ما فيش اي مشكله ان الادرينالين اساسا يعني يستخدم في ايه كلوكال ايه فاز كونستريكتور ايه في حالات الايه اللوكال انثيزيا. ولكن العيانين اللي عندهم هارت ديزيز لازم نبقى ايه واخدين بالنا وبي كوشس اباوت الاستخدام ده. مش معناها ممنوع لا، ولكن تبقى عينك على العيان في انه يدخل في اي كاردياك ايه كومبليكيشن في اريثميا، لان دول حتى الفازو كونستريكشن البسيط اللي هو من الادرينال اللوكال ده السمول تريسز بتاعته كسيستميك افكت في الانسان النورمال مش هتعمل مشاكل. ولكن لو هو عنده اندرلاينج هارت ديزيز شوية الادرينال اللي بيستخدموا لوكال في الانثيزيا دول في اللوكال انثيزيا ممكن يعملوا له ايه كومبليكيشن ومشاكل. فبس ايه مونيتورنج عندكم على العيان، ها العيان الكاردياك بيشن لو هيتعمل له حاله لوكال انثيزيا الادرينال الحبه الصغيرين دول اللي هم يوجوالي انسيجنيفيكانت كسيستميك افكت ممكن ايه ها القشه التي قصمت ظهر البعير يعني اللي هو دي هي اللي تبص تلاقي الايه اللي دخل في كاردياك كومبليكيشن منها. فمهم بس تبقى عيننا على العيان ايه في العيانين الكاردياك اللي بيستخدموا لوكال انثيزيا فيها ايه ادرينالين لازم يبقى ايه with caution يعني بحذر يعني بقدر الامكان. شكرا جزيلا، اللقاء مع نقطة أخرى.